طمني على العاملين في مسبيرو والله هم بخير زمايلنا واخواتنا واصدقائنا يعني صراحه احنا بنفكر فيهم اكثر ما بنفكر في نفسنا. عشان حالنا من حالهم. طبعا. فطبعا انا بس احب في البدايه بتوجه للشكر لمعالي دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على الجهد الجميل وهو تقديرا لماسبيرو الاستجابه السريعه اللي احنا متوقعينها تملي منه إيه صراحه يعني ما تاخرش ومعالي وزير الماليه طبعا إيه الهيئه الوطنيه للاعلام عندها صعوبات ماليه اللي هي طبعا الوفاء بالالتزامات اللي هي بتزداد كل يوم عن اليوم اللي قبله انت متخيله المبلغ المخصص للهيئه الوطنيه للاعلام من 2011 م. المبلغ اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو شامل كافه الاشياء والبنود الخاصه الماليه باتحاد الاذاعه والتلفزيون في السابق والهيئه الوطنيه للاعلام حاليا مم. 220 مليون جنيه. وقول لنا المبلغ ده مخصص لايه؟ لكل شيء، يعني مم. إنت متخيله الاجور الثابته الاساسيه والحوافز والمكافئات والمتغيرات والتشغيل والتقنيه والصيانه، كل شيء ممكن تتخيليه. مم. هو مبلغ ثابت من 2011 من لم يتغير 2011, 2011. م. يعني مر عليه اكتر من 11 12 سنه م. واحنا ما زدناش في ظل الطموحات والاحلام والمتطلبات العصريه للاعلام ككل وإنتي عارفة الإعلام مكلف وإعلام مكلف جدا جدا فوق عشان الوصف. نعمل الصورة الصورة المبهجة ونعمل الموضوع ونعمل التقارير ونعمل الشغل ونبقى موجودين في كل حدث وننقل وانتو الحقيقة بتنقلونا في أحداث كتيرة جدا طول الوقت